اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خليني ارحب بضيوفنا الكبار الاساتذه الاستاذ جمال الزهير. ازيك يا استاذ جمال؟ اهلا بك كابتن اسلام. اخبار حضرتك؟ ازي حضرتك؟ كله تمام الحمد لله. تمام. ايضا الاستاذ محمود صبري. ازيك يا استاذ محمود؟ يا كابتن ازي حضرتك؟ ايه كله تمام. عايز ابدا مع حضراتكم مباشره. لفت نظري النهارده ان كولر، ودي من الحاجات اللطيفه يعني، نشر جاب الصوره بتاعه التذكره اللي هو جاي بيها ونشرها على الانستجرام. هو احنا وصل بينا الحال ان يمكن التشكيك في اي شيء لدرجه ان الراجل، ما هو يعني هو ليه الراجل بينشر التذكره؟ ما هو اكيد حاسس بان في ضغط او حاجه. هل وصل بينا التشكيك لهذه الدرجه؟ مش احنا طبعا، بتكلم عن بعض من بعض الناس يعني. هو طبعا الموضوع مش يعني مش محتاج، والارقام والوقائع والاحداث هي اللي بترد. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش مثلا ان انا اخلي مدرب ما عملش حاجه واخليه رقم واحد. لا، هي الارقام. حتى لو هناك ملاحظات من البعض، يعني انا عايز اقول انه لو الناس ممكن تقول رايها تختلف في مدرب لم يحقق، ما ده وارد، ده ممكن يكون مقبول يعني له منطق. انما لما تيجي في مجال اي تقييم لاي حد، اول حاجه بتشوف ايه؟ انجازاته. زي ما تيجي تشوف مثلا ترتيب النادي الاهلي على مستوى انديه العالم، بتشوف النادي ده عمل ايه؟ الخامس. حقق ايه عشان ياخد هذه المرتبه؟ حقق بطولات معينه. اختلف معايا بقى في شكل الاداء، مش عارف كان عامل ازاي، اللعيب الفلاني كان كويس، خسر 2-0 وبعد كده تعادل وبعد كده كسب. يعني الخطوات اللي هي التفصيليه دي ممكن يبقى فيها كلام، لكن اجمالا لما تيجي تقيم مرحله كولر مع النادي الاهلي هتقول ان هو خلال كام شهر؟ 6 شهور؟ 9 شهور حقق ايه؟ 4 بطولات. حقيقة. وان شاء الله تكون البطوله الخامسه في الطريق باذن الله، ويليها بطولات اخرى. يعني ممكن جدا يكون كولر على ابواب رقم غير مسبوق، لانه هيحقق ان شاء الله يعني امامه مشروعات لبطولات اخرى. نعم. كمان نقطه مهمه جدا يا كابتن، لازم يعني انا وانا جاي او وانا قبل ما نبقى هنا انا فكرت فيها. لماذا يرتبط، اشمعنى النادي الاهلي اللي بيحقق البطولات مع كل المدربين؟ يمكن حضرتك بدات حلقتك بحاجه جميله جدا، وهي انه اداره النادي. نعم. اداره النادي الاهلي على مدار السنين هي اللي بتساعد اي مدرب واي لاعب على انه يحقق. صحيح. صح ولا غلط؟ مفيش حاجه تاني. اللي هو بيشوف كده المواعيد وال، انا بيقول لهم انا جاي كايرو يعني. ايوه انا جاي كايرو، مش رايح، مش هربان يعني. لا لا، هربان ايه؟ والراجل هيهرب من حاجه وجايب له تيشيرت. هو حاطط رساله يا ريس، هو على ما يبدو وصلت رساله بالمنظر ده. بالظبط كده. الرساله واضحه يا استاذ جمال. عاوز اقول لحضرتك، عاوز اقول لحضرتك على حاجه. التشكيك والبتاع ده امر طبيعي ولازم تتوقعه. فتره نجاح وصلت لمستوى والقمه انديه القاره السمراء وحاله من الانتصار وانتزاع لقب من اغلى الالقاب في معقل فريق بحجم الوداد، حاجه كبيره جدا. توقع على البدايه ان هناك اخرين لن يتركوك تسير وحدك، لا، عليهم ان ينغصوا عليك ببث الاشاعات والتضليل والتدليس. صحيح. صحيح. والنيل من عزيمتك وتوجيه. طيب الراجل، مع اني انا مع كامل احترام الكوره ما كنتش حابب برضه ان هو حتى يدي فرصه يقول ان انا متاثر بالكلام وطنش الكلام ده، لكن هو برضه الناس دي راحت بالمناسبه. احنا بنتكلم برضه يعني، هسيب حضرتك تتكلم، ولكن النهارده هو ده التدريب دلوقتي. مش دلوقتي يعني. انا اقصد الساعه 9 النهارده ده خلص طبعا. فاحنا هو ده كولر ده ولا مين اللي موجود؟ كولر. كولر صح. طيب فانا عاوز اقول لك كان في التدريب يعني النهارده. فانا عاوز اقول لك كابتن، انا بتريق. امر طبيعي يا كابتن. صوره المستنسخ. امر طبيعي جدا انك انت في ظل ده كله لما تشوف الهجمه اللي اتعملت على فرقه النادي الاهلي، وكانه الفرقه كلها جايه لها عروض احتراف. يا جماعه ده النادي الاهلي هو نادي محترف. صحيح. والنادي الاهلي نادي محترف وبوصل. لا ومش اي نادي. ومش اي نادي يعني. يعني اسمعوا كلام الناس عنده، كون انه في لعيبه والنادي الاهلي احترم رغبتها
لكن كل المنظر هدى جديد على الاهلي، لا تعرض الاهلي قبل كده لفترات اشد من كده واتقال، وفي النهايه بيكون مصلحه الفريق اولا واخيرا هي اللي بتحكم قرار الاداره وقرار الجهاز الفني. صحيح. فامر طبيعي جدا ان كولر هيتعرض في الفتره اللي جايه، بقى سنه في عقده، لا هيجدد، لا ده جاي له عروض من مش عارف، بس لسه سنه يعني. ما انا بكلمك يعني، انا بقول لك اهو والله يا استاذ محمود لسه سنه. ما انا بقول لك اهو، فانت دلوقتي اسالك سؤال، احنا كنا قبل كده بنقول ايه؟ هل احنا هيتوقف ضدك التدليس والتشويه والكلام وبص اخبار مسمومه ومغلوطه والكلام؟ مش هيحصل، بالعكس. انت لما انت ربنا كرمك ونجحت ليه؟ لانك انت حطيت، ما حطيتش قطن بس في ودانك بس، ده انت قفلتها خالص عشان ما تسمعش، انت ركزت في مصلحتك وهدفك. ويمكن حتى الفيديوهات اللي بيعرضها دلوقتي الكاف اللي هي اسرار اللحظات الاخيره والغرف المغلقه وغرف اللبس وبتاع والكلام ده، بتقول لك شوف حجم الاستعداد وحجم الرسائل اللي اتقالت وحجم الثقه وحجم الدعم النفسي والمعنوي، والكلام عن دور الطبيب النفسي والكلام عن دور المترجم الدكتور خالد جوادي والشحن يعني عاوز اقول لك ايه؟ طبيعي جدا انه كولر سيتعرض كما تعرض من قبل كل مدربين الاهلي عملوا نجاحات، يعني لو جيت عملت رصد وحواديت هيتقال على الكلام ده، موسيماني حتى في الفتره بتاعته خد شحن لما اتقال ايه؟ واتعملت عليه حمله منظمه من اكونتات مضروبه ماشي تدعي انتماء للاهلي وهي لا تنتمي للاهلي على الاطلاق، كان هدفها انهاء عقده الراجل ده في حاله التفوق على المنافس. ايضا قبل كده خد عن تجربه مانويل جوزيه وشوف اللي حصل فيه وكان الكلام اللي بيتقال وراح وجه ورجع. فانا عاوز اقول لك ايه؟ انت مستك في حاله الثبات الانفعالي داخل الملعب وخارج الملعب. اداره واعيه، جهاز الكره فاهم، كولر خلاص بدا يتشبع بالطابع المصري، بدا عارف اللي بيحصل، اكيد معاه يعني عاوز اقول ايه قريب منه كمان مترجم بطابع الاهلي، يعني ابن الاهلي مشجع، عاوز اقول انه درجه ثالثه بامانه شديده، يعني ده برضه بيفرق في ان هو يوصل الرساله يعني. بخلاف مدير الجهاز طبعا الكابتن سامح حبيبي، خبراته طويله الكبيره موجوده مع تاريخ في تاريخ النادي الاهلي، وكل المشهد اللي احنا شايفينه طبيعي جدا هيحاول البعض بس اخبار للنيل من كولر. وانت خلاص داخل دلوقتي على بتفنش في اللحظات الاخيره في مسابقه الدوري، عندك ماتشات المؤجله، عندك 7-8 ماتشات ورا بعض هتلعبهم كل 3 ايام مباراه، من بينهم كمان مباريات الكاس، كمان ممكن السوبر الافريقي كمان يبقى في اغسطس، لسه حتى الميعاد يعني لم يحدد الوجه، هل هو هيتلعب في السعوديه ولا هيتلعب على ارض البطل. فانا عاوز اقول لك ايه؟ الذكاء بقى يا كابتن سليم انك انت ايه تعيد تعود الفرقه للحضانه مره، خلاص خدنا فرحتنا فرحنا معلش يا استاذ محمود برضه احنا بقالنا كتير ما يعني حتى لسه كنت بتكلم مع كابتن ضيا في الموضوع ده ان احنا بقالنا كتير ما فرحناش يعني اقصد ان احنا ما كانش عندنا وقت يعني للفرح. ما انا بقول لحضرتك انت كده ايه النهارده من بكره هتلاقي كل الكلام على يوم الخميس، كل الكلام ده خلاص كل التركيز على ايه؟ انك انت تعيد وخلاص، ان يمكن الجهاز الفني ده توجيهات يعني النهارده هسالكم على الدوري الاسبوع اللي فات ما كنتش عمري هسالكم على الدوري. ما انا بقول لحضرتك الوضع هيبقى ايه؟ ماشي الراجل رجع مبتسم وشاف يعني انا راجع ازاي يعني اسيب الفرقه وامشي والكلام، عاوز اقول لك على حاجه كل بس ايه، وفجاه واتعملت مداخلات مع وكيل اعمال كولر وهل ممكن يجدد او يقعد او يمشي كلام، يعني عاوز اقول لك ايه يعني برضو كلام برضو سابق الاعوان، ولسه يا جماعه ليه الضغط؟ ليه الضغط ما تسيبه مساله الاستقرار والفريق؟ ليه الضغط؟ ليه وكيل ده لسه اعمال كولر قال ايه؟ قال لك الراجل لسه عقده مستمر فيه سنه، وكمان كولر عاوز يكسب المرحلة دي في البطولات طبعا، يعني كل ما المدرب زي اللاعب يا استاذ محمود طول ما هو بياخد بطولات يبقى في مبرر ان هو يستمر في هذا المكان طبعا فاعتقد انه كولر رغبته الخاصة ان هو يستمر، واحد بيكسب بطولات. هو احنا من دلوقتي هنناقش لا ما هي يعني يا اخي يعني ما تزعلش مني يعني يا استاذ جمال، ما هو يعني احنا من دلوقتي انا هنناقش حاجة كمان سنة ولا مش انا لا انا مش انا مش أيوة قصدي حضرتك على ولكن انا بتكلم انه النقاش الاول كان بعد نهايه المباراه، هل سيعود كولر ام لا ام لا، هل سيعود كولر من سويسرا ام لن يعود؟ ايوه احنا وصلنا لهذه المرحله. وفي حاجه كمان الراجل شاور اهو على الكلام اللي كان موجود، قال لك يا جماعه ما انا اهو انا جاي القاهره. في حاجه كمان في حاجه كمان مهمه جدا موضوع الكلام عن وجود عروض للاعبين ما تزعجناش لسبب لسه كنت هقول لحضرتك لسبب وضع طبيعي في كرة القدم، ان انت بعد مرحلة من التألق ومن الحصول على البطولات لعبتك مع تطور مستواها لازم تبص على عروض الأمر طبعا، والا ما يبقاش لهم سعر في عالم كرة القدم. صحيح. لكن هل ده معناه ان الفرقة هتقع؟ لا، هي نفس المجموعة. لا ما انا دلوقتي كمشاهد وكمشجع وحضراتكم لازم تكونوا معايا، لان انتوا يعني
اصدقاء الكفاح يعني او زملاء الكفاح شركاء او شركاء بالفعل شركاء الكفاح في ان احنا دلوقتي لو حد جه قال لنا ايه اللي يخلينا نثق في اداره الكوره او في لجنه الكوره؟ هقول له لا، لان السنه اللي فاتت حضراتكم او بعض من الجماهير كانت محتاجه او بتقول ان احنا ما عندناش مهاجمين وان احنا عندنا او بعض من لا يشجع النادي الاهلي كان بيغذي هذه الفكره. فكان البعض يقول لك ايه احنا ما عندناش مهاجمين. انا دلوقتي اقدر اطلع اقول لا يا جماعه احنا خدنا الرد 4 بطولات بافضل ناحيه هجوميه، عدد كبير من الاهداف، وبالتالي اقوى هجوم واقوى دفاع. ما هو الرد على كل ما يثار هذه الايام هو ما حدث، الماضي القريب. صحيح، الماضي القريب بيقول انه هذا الفريق بهذا المدرب بهذه الاداره قدرت تتغلب حتى على وجود صعوبات فنيه ومع كل الاحترام صنعت البدائل. يعني انت عندك مشكله مثلا في المهاجم اللي هو الصريح او راس الحرب الصريح، في بدائل اتعملت، في تطور في اداء لعيبه اساسيين في الفريق. كابتن اسلام هم اللي عملوا التغيير والطفره في الاداء ده وفي النتائج. الصفقات اللي عملها النادي الاهلي بعد القرار التاريخي باراحه 11 لعيب او 12 لعيب في ذلك الوقت، انا قلت خدت شويه، خدت انا ساعتها تريقه غير طبيعيه. هذه الصفقات الجديده اللي عملها خصوصا القديمة الجديدة، القديمة الجديدة اللي اتعملت هي اللي اعتقد ان هم نفس اللعيبة يعني. ولكن بعد الراحة ده قدرة الادارة الفنية للفريق. برافو عليك الاسلام انه قدر ان هو يعيد يعني اكتشاف يعني تعيد ضخ الدماء في اللعيبة، الرغبة والاصرار انه يدور على حلول رغم الظروف الصعبة. انه مثلا ينفجر بيرستاو تألق ويعده الثقه، انه ده كسب جنوب افريقيا او يعني طبعا لا هو كان افضل لاعب على فكره، افضل لاعب كان في المباراه. انه اكتشاف كهربا في مكان جديد، في كهربا مش راس حربة، كهربا بيلعب ده وينج اصلا، لكون يتحط في المكان ده الثقه. حسين الشحات يستعيد يعني بامانه وتألق طبعا. محمد امين، علي معلول، انا بقول لك كل هذه حمدي رغم ايه طهر رغم انه الراجل نفسه كان بيقول لك ايه يا جماعه سلاية. مش عارف اعمل كل اللي انا عايزه في الثلاث ايام، يعني ايه ما تطلبش مني ان انا يعني، لكن ايه انت شفت النسق الفني بتاعك تحسن تدريجيا وما زال لسه حتى الان ينتظر جمهور الاهلي من كولر الكثير والمزيد من الاداء الفني الجماعي الراقي. واكيد الاداره عنديها في خلال الفترة اللي فاتت دي في شغل كتير مش مطالب إدارة تشرح لك أنا هعمل إيه، لكن في حاجات أكيد بيتم الاتفاق عليها في تدعيمات هتكون محدودة، لكن ما تدعيمات مطلوبة بهدف الأفضلية، بهدف الظهور الجيد في كأس العالم للأندية في السعودية، بهدف عندك السوبر ليج الأفريقي. ممكن ما يكونش الظروف تبقى متاحة في صفقات جديدة إلا يعني إذا حصلت طفرة وتم التعاقد وإنهاء بسرعة، مهاجم مميز، تدعيم مثلا في ناحية مثلا علي معلول، تدعيمه في نص الملعب، تدعيمه في الدفاع. لكن عاوز أقول لك دي هتبقى واحدة اتنين تلاتة بالكتير، لأنك أنت امتلكت عناصر مميزة، قوام المنتخب الوطني، تشكيلة أساسية، هدف، فيه شغل كتير لسه كابتن إسلام. فأنا عاوز أقول لك أنه كولر لم تبوح جعبته حتى الآن إلا بشيء قليل جدا، ما زال في جعبته الكثير والكثير للوصول إلى الأفضل والأفضل. فأعتقد أنه طبعا أنك أنت يعني في وسط الموسم، ودي غريبة علينا، دايما احنا كنا بنقول إيه دوري أبطال أفريقيا ده كان بينتهي دايما في ديسمبر، دايما طول عمره في السنة، دلوقتي انت بتلعب موسمين في موسم. فالنهارده بطوله انت انتهيتها والموسم المحلي بتاعك لسه ما انتهاش، لسه عندك حوالي 12 مباراه و11 مباراه في الدوري و13 مباراه. طبعا شيء صعب وكبير جدا عليك، وتلعب كل مضغوط بسبب الظروف، تلاحم المواسم، بسبب الضغط اللي عليك برضو. يعني بنقول انه اتحاد الكوره برضو المره دي الوضع مختلف، دعم ووقف ساند بامانه شديده، لكن لا دي لائحه يا فندم، معلش لا دي لائحه، بس ثواني بس ماشي، بس برضو ماشي نفذ اللائحه، وقف يعني برضو يعني ايه استجاب برضو للمباريات والتأجيلات، ولكن نقول ان هي لائحه وتم تطبيقها. بس خلينا نقول بس في حقهم، في حقهم مره واحده، والله العظيم مجامله، والله لا اقصد، ولكن هي بالفعل لائحه. ما هي لائحه مش مختلفه، الناس هتاخد الكلام ده،
تقولك ليه ما تطبقش على مش عارف ايه وايه وايه وايه. اي فريق، اي فريق يا فندم مصري بيتاهل للنهائيات الافريقيه لازم اتحاد الكوره اتحاد البلد بيبقى داعم ليه، ما كانش داعم ليه بتبقى مصيبه. يعني عاوز اقول لك ايه، الكلام ده مش للاهلي بس، لو كان وصل للزمالك، لو كان وصل بيراميدز، لو كان وصل فيوتشر هناك لايحة للنهائي هيبقى طبقا للكلام صحيح. المتبع انه عندما في هذه اللحظه، وده تصريحات رئيس الرابطه، انه لما توصل لنهائي افريقيا هنأجل لك كل اللي انت عايزه. بس انا عاوز اقول لك ايه، يعني الروح برضو الايجابيه والاستفاده للكلام ده برضو يحترم برضو. ولكن عاوز اقول لك ايه، انت طبيعي جدا في بدايه برضو سؤالك انه كولر لن يسلم، لن يسلم، لن يسلم، لن تسلم، يعني نعمل حسابنا خلال الفتره اللي جايه على كده. تعمل حسابك اشد من كده، تعمل حسابك دلوقتي انت ثلاث ارباع الفريق جاي له عروض ماشي حاليا. طبيعي. الكلام اللي بيطلع بيقول لك 12 مليون دولار، واللي يقول لك 15، ده انا لو عندي لاعب جاي لي 12 و15 مليون دولار مش هستنى. ده يعني هتعمل لك نقله، هتعمل لك نقله كبيره جدا، وهيبقى حاجه اضافه ليك كفريق قدرت توصل. بس الناس مش فاهمه، مش انا بكلم 12 مليون دولار والناس برضو مش فاهمه. 12 مليون دولار ده يعني كام؟ انا بكلم 12 مليون دولار ده كتير. عايز اعرف ثلاثه، عايز ثلاثه مين؟ 300 400 400 500 مليون. وبعدين في حاجه وصل عندك لاعب في الدوري المحلي ب 400 500، انت شغلتك ايه كنادي؟ يعني عاوز اقول لك لا انا ما اعرفش الارقام دي. طب انا بقول لك الكلام ده كله، بص لازم يا اسلام لازم الناس تبقى فاهمه وتعي انه هناك لجان مخصصه تظهر ادوارها في مثل هذا التوقيت، في مثل هذا التوقيت. للهدف ايه؟ بادعاء انه هم اهلاويه، هم ليسوا باهلاويه. ليس افتح وشوف هتتفرج وفتش، هتلاقيها معموله من ايه؟ من شهرين ثلاثه، من اسبوعين. لا من الاكونتات الفيك طبعًا. لكن الاهلاويه الهدف ايه بقى؟ الاهلاويه انا بكلمك اهو طبعا، واحنا رصدنا الكلام ده، وقلنا في ازاي تم الضغط على موضوع موسيماني اللي اتاثر والازمه اللي حصلت والكلام ده، وكان الهدف انه ايه؟ موسيماني يعني ربنا اداله التوفيق في المنافسات المجاتله، فخلاص عاملين مشيد، عاملين عقده، فاحنا نمشي. كولر هيتعرض لحرب شرسه مع لو حصلت اي لقطه، او لو حصلت اي لمس، او حصلت اي انا بدور لك عليه حاجه مش عارف الاقي لك حاجه دلوقتي. فامر طبيعي جدا لابد يكون فيه هدوء، ومن الافضل يعني حسب التصريح واللي اتقال انه خلاص الفريق هيقفل على نفسه، اختفاء اعلامي تماما في الفتره اللي جايه، تركيز على ايه؟ مباريات الدوري والكاس اللي هيتلعب. وده هو ده الامر الطبيعي، وده اللي عاوز اقول لك ايه، برضو هنعود لمره ثانيه بنقول علينا باغلاق الاذن والتركيز في الملعب، لانه ما تعتقدش ان برضو مباريات الدوري مش تبقى سهله، لا هتبقى منافسه قويه جدا وصعبه جدا. طيب. خاصه الفرق اللي عندها مشاكل في صراع الهبوط. المشكله او سبع ايام اجازه او ست ايام اجازه تقريبا الكولر اداها للاعبين، هل ده يفرق مع اللعيبه؟ يفرق طبعا في التوقيت ده. اصل هي دي المسائل، مش يعني انت عندك مراحل، في مرحله فرصه بالنسبه للجهاز الفني بعد في نهايه مشوار صعب جدا، اللي هو المشوار الفتره اللي فاتت الافريقي، يعني المشوار الافريقي والمحلي، فرصه انك تجد ست سبعة ايام مره واحده اللعيبه تشم نفسها يعني بعيدا عن الضغوط. ايوه يعني اذا طبعا كنا المنتخب خلاص اذا كنا بقى المشكله بقى المتداولين بقى يعني هو يعني بنتعب زي احنا بنتعب احيانا من مش احيانا دايما من المتابعه انه النهارده اغلق ملف فتح ملف صحيح. انت مجرد انك بتقفل وتفتح دي في حد ذاتها متعبه، فما بالك باللعيبه نفسهم. وبعدين بس انا عايز اقول برضو نقطه مهمه على الضغوط الملقاه على النادي الاهلي وعلى الجهاز الفني بشكل عام خلال الفتره دي، انه النادي الاهلي هو قطر متحرك في وسط الدوشه وفي وسط الضوضاء يا كابتن حقيقي اسلام. حقيقي في وسط الدوشه دي او مصنع شغال. المصنع ده في وسط الدوشه هيبطل شغل؟ لا بالعكس، ده هي ال ال الشغل طبعا، بالعكس ده يغريك بانك تقدم ما هو افضل وتجود في المنتج وتطلع بتاعه. برضو في النهاية منتج يرد بالنيابة عنك على كل اللي بينتقدوه. وده اللي احنا شايفينه خلال الفترة اللي فاتت بشكل واضح جدا، وانا بقول ان هو ده قدر النادي الاهلي كنادي بطولات. هو قدره ان هو يشتغل وسط الضجة والضجيج. ده مهم جدا ولازم يتقال. يعني بمعنى انت عندك مانويل جوزيه، عندك هيديكوتي قبله بسنين، عندك كل المدربين اللي حققوا بطولات مع النادي الاهلي كان في وسط الدوشه دي، في
وسط الهيصه دي، وسط الظل، لا الدوشه دي وسط الظل موجوده، مش هتبطل يعني ما هتختفي. بالظبط. استاذ محمود شفت جول محمد عبد المنعم ولا ما شفتوش؟ على فكره في نهائي افريقيا اللي فاتت طبعا يعني. شفته؟ انا شفت الكره، شفت الكره في شفت الكره في الجول ولعبت الوداد بتتفرج عليها. على فكره عاوز اقول لك على حاجه، اتفضل. يعني هدف محمد عبد المنعم معاني معلوم، ده مش اول مره يا كابتن اسلام. اوكي. ده هدف، ده الهدف الاصعب. انا عارف على فكره هدفه في الرجاء، لا اتحاد المنستير. ايوه لا لا ده كمان بدايه المشوار. انت شوف الرجاء قطع ازاي يعني بعد ما ضيع ضربه جزاء، وشوف الكوره يعني. شفت الجول انت؟ طبعا شفته. وجول يدرس، ما مش اي حد يجيب برده الجول يعني. برده علي معلول رجله حساسه في الاوفر، والقطعه بتاعت عبد المنعم، تحرك عبد المنعم، وتحرك عبد المنعم بامانه وهروبه السليه. طبعا ما انا بقول لك تحرك عبد المنعم ورحت على وهروبه برضو فيها توفيق كبير من ربنا. طبعا. برضو ربنا كافئ ليه؟ لانه في جهد اتعمل وفي شغل اتعمل وفي بطوله العام الماضي انت اديت فيها بقوه، والتوفيق لم يكن حليفك. ربنا سبحانه وتعالى برضو سبب لك الاسباب ومنحك الفرصه وخلاك كملت في البطوله، ولما اداك الفرصه انت كنت على قدر المسؤوليه. أوكي. وبذلت الجهد وتاهلت وطحت ببطل تولو الاخر، طحت بالرجاء، طحت بالترجي، وصلت للمباراه النهائيه مع الوداد، لعبت مباراه كبيره في القاهره كانت كفيله انك انت تنهيها باكثر من 3 اهداف، لكن سبحان الله ربما كان للهدف الذي سجله سفيان بوهره اللاعب الوداد كان ربما يكون كان دافع ليك وحافز ليك، زي ما قال كره في المحاضره ان احنا مطالبين ان احنا نسجل هدف هناك. انت رحت بدوافع مختلفه، ربما لو رحت وانت فايز 2-0 ربما كانت الامور ممكن تكون يعني اهدى، وكانت هتبقى مفاجاه بالنسبه لك. وده لو اتكلمنا عليه هنقول عليه حصل قبل كده، احنا كسبنا هنا 3-1 الترجي، ورحنا هناك خسرنا في وضع رغم ان احنا برضه تعرضنا في تونس وقتها لحادثة الاوتوبيس وبتاع، ولكن الاهلي رفض يصير ازمه ولعب المباراه تحت ظروف وبدون فار وكل التفاصيل اللي احنا عارفينها دي. أوكي. يعني ما بتقفش عند المسائل، انت كل حدوته احسم المباراه في الملعب، تحسمهاش من بره وتعمل له الشغل اللي هو بيتقال ده. طب انا مش عاوز اقول لك ايه، انا هرجع لك. انا بقى والله العظيم اقسم بالله ان انا بحلف اهو، وقلتها يمكن معاك قبل كده كابتن، من سرعه تنفيذ اللعبه الركنيه والله ما شفته في تصوير يا كابتن. انا شفت لعيب تصوير يا رئيس تصوير والمعلق لعبوا دور في ان هما ايه الكاميرا زي ما تقول راحت بعيد، اسرع واخده شوت بعيد تشوفها. واللعبه سريعه جدا، انا بكلمك بمنتهى الامانه. تنفيذ اللعبه سريع جدا. انا اول حاجه شفتها، لان انت في الوقت ده مركز على ايه؟ ان انت تجيب جون باي طريقه بقى. انا في انا عايز الشاشه. انا شفت اللعيبه بتجري والمعلق هيتجنن مبسوط. كان رؤوف خليفه، رؤوف خليفه كان هيتجنن. قلت يبقى جون، انا ماليش دعوه بقى جت ما جاتش. انا صح، مالكش دعوه بقى مين اللي وداها جن. والله العظيم ما فكرت، والله ما فكرت. انا قلت اهم حاجه ان دي جون. والله الواحد بيسمع حاجات غريبه قوي يا استاذ. يعني اليومين دول الدنيا موديانا في سكه ال، خلينا في الكوره احسن. أيوة. خلينا دايما في الكوره ونتكلم في الكوره. طيب الفتره اللي جايه يا استاذ جمال يا استاذ محمود، ايه اللي مطلوب من لعيبه النادي الاهلي وجهازه الفني فيما يخص هذه الامور؟ بدايه جديده تماما. خلاص انسى الاربع القاب اللي انتوا عملتوهم، بنشكركم عليهم جدا جدا جدا. الموضوع انتهى. نزل بقى الستاره على المرحله دي. أوكي. المرحله الجديده انت عندك، وده اللي انا دايما اقوله مع حضرتك هنا، اهم حاجه عندي دوري العام، لان هو اللي بيدينا الكل، هو اللي بيعمل لك كل السيناريو ده بعد كده. صحيح. هو نقطة الانطلاق، ودي اللي كانت مزعلانا الموسمين اللي فاتوا مع موسيماني. يعني هي دي كانت المشكلة، مع موسيماني كانت دي المشكلة الحقيقية. أوكي. فاحنا بنقول انه اهم حاجة دلوقتي التركيز في ماتشات الدوري يا كابتن، واعتقد في ماتش كاس كمان. لا ماتش منتخب السويس، منتخب السويس و25 يبقى في 25 26 حلو. يبقى انت عندك انهاء بطولة، عندك انهاء او 26 26 انت هتلعب 23 فهتلعب زي 25. ما هي بعدها 26 عندك حسم بطولة اللي هي بطولة الدوري، هي الاغلى والاهم والاكبر. عندك بداية بطولة اللي هي الكاس الجديد
صحيح. فانت في مرحله في اسبوع واحد ده كله محتاج تركز جدا جدا أوكي. في كل لحظه ان انت تستعد اوكي. يوم 15 يوليو القادم موعد لقرعه النسخه الاولى من بطوله دوري السوبر. ثمان انديه: الاهلي، الوداد، ترجي، حوريه كوناكري، بترو اتلتيكو، سيمبا تنزاني، سان داونز، مازيمبي. من المفترض المنافسات تنطلق ان شاء الله يوم 23 اكتوبر. ده بمناسبه الكلام اللي قاله الاستاذ جمال، لانه الدوري خليك تروح لدوري ابطال افريقيا، ودوري ابطال افريقيا ما بتكسبه بيحطك في الرانكينج رقم واحد او اثنين او يعني على حسب، وبالتالي انت موجود في كاس السوبر. اعتقد ان البطوله دي يا استاذ محمود هتختلف حتى في قيمتها الماديه. لا ده مش اختلاف كمان، زي تكملا الكلام الاستاذ جمال عاوز اقول لك على مسابقه الدوري لازم انت دوافعك تبقى مختلفه، لانك هتواجه منافسه شرسه على المستوى المحلي طبعاً. ان الكل عاوز يوقف البطل يعني. اللي هيعمل نتيجه مع الاهلي هيبقى عمل النتيجه ايه، هي دي المفاجاه يعني عملت معاك تعادل قدرت تفوز عليك، فدي في حد ذاتها هيبقى فيها جهد من المنافسين شرس جدا لمحاوله احراجك، لمحاوله احباطك، لمحاوله ايقاف انتصاراتك في الدوري وتحطيم الرقم اللي انت ايه ماشي ومكمل فيه. فاعتقد انه ده في الحسابات كلها يبقى كولر عنده حساباته وازاي هيوائم فيها. طبعا توفيق كان حليف في عمليه ايه الروتيشن كان بيعملها اللعيبه، خاصه اللعيبه الدوليين ما خدوش راحتهم بخلاف اللعيبه الاخرين، اكيد هيكون عنده ترتيبه اللي هو ياخده. سوبر ليج بقى الكل منتظر بقى البدايه بتاع سوبر ليج اللي هتقام في تنزانيا وشكلها والنظام اللي هتتلعب عليه، هل اكيد ما اعرفش هل هم هيعملوها نظام مجموعتين من اربع فرق ولا هيتعمل بنظام خروج المغلوب؟ كان ابتدى من دور الثمانيه والنوك اوت على طول خروج المغلوب، ده مبدئيا ده اول مره اول بطوله عشان الوقت بس. عشان الوقت اكيد بخروج المغلوب فهتبقى انت طبعا بطل بطل الابطال، حسابات برضه هتبقى معاك ايه؟ مختلفة. حسابات مختلفة، هتواجه يعني شراسة غير متوقعة، الكل هيحاول برضه يزيحك من الطريق، يخرجك بدري عشان ايه؟ تزداد اماله، فاعتقد برضه شوف برضه يا كابتن اسلام مع برضه الموسم الطويل ده ومعاك برضه في نفس الوقت يعني مسابقة محلية وعندك منتخب وكمان عندك قرعة كأس العالم يوم 12 يوليو خلاص، وتصفيات كاس العالم هتبدا في نوفمبر ماشي بطولات كل ده ايوه بطولات على طول. يعني عاوز اقول لك ايه، كل ما يكون تمتلك دكه على نفس مستوى الاساسي يعني الاحتياطي على نفس المستوى الاساسي ده بيديك الدعم باختيار عناصر مميزه في هذا التوقيت. عشان اقول لك ايه، التدعيمات اللي هتتم اضافتها للفريق هتكون بحساب ذات قيمه للتجويد للإجادة للأفضل للبحث عن الأفضل لسد بعض الثغرات اللي موجودة معروفة واحد اثنين تلاتة واحد اثنين ثلاثة صحيح. أبرزها يمكن اللي هو رأس الحربة المميز، طبعا دي هتاخد جهد كبير جدا في ظل المشهد اللي انت شايفه ارتفاع الأسعار والمبالغ الكبيرة جدا هتبقى حاجة صعبة. فأنا عاوز أقول لك الكل هينتظر البداية بتاعة السوبر ليج وشكلها والحماس وموقف الاهلي هيبقى عامل ازاي وبطوله جديده. اعتقد هتبقى طبعا ما اعتقد انه يعني ايه هتبقى فرصه كبيره جدا دوافع يعني عاوز اقول لك يعني الجوائز الماليه كبيره جدا، البطل 11 مليون دولار حاجه كبيره دي تغري يعني يسير لها اللعاب، هتبقى عندما تكتب لك البطوله الاولى هيبقى حاجه كبيره جدا دخول من اوسعه كمان التاهل. ما انا بقول لحضرتك كمان ده منح انه بيقول لك في اتجاه الاتحاد الافريقي انه يعفيك كمان من دور ال 32 في دوري الابطال تخش المجموعات على طول، برضو دي حوافز مهمه جدا ودي خطوات كويسه. فاتمنى ان شاء الله باذن الله تعالى يكون الاهلي حاضر بلاعبته وبادارته وبجماهيره في هذا الحدث الكبير. المنتخب الوطني الاول والمنتخب الوطني الاولمبي، اعتقد منتخبنا الوطني الاول وفوزه النهارده 3-0 وقبل كده على غينيا او من يومين ثلاثه على غينيا في مباراه يوم 14 2-1 وتاهله للبطوله الافريقيه في ظل وجود هذا الجهاز الفني حتى الان. يعني انا لما سالت كابتن ضيا على هذا الامر قال لي يعني ما شفناش لغايه دلوقتي لا يمكن تقييمه. هو لا يمكن تقييمه لانه الطبيعي بالنسبه لمنتخب مصر ان هو يكون موجود في كاس الامم في النهائيات، لكن في بوادر بتقول انه المدير الفني ده شغال بشكل محترم ومنظم ويبحث عن يعني عينه على قدام شويه، بدليل ان هو بيحط عينه دلوقتي على مواهب ولاعيبه واعدين هيحتاجهم في المرحله القادمه، لانه هيبقى محتاجهم في مرحله وده الاهم بقى الاختبار
مع انه بقى سهل يعني من وجهه نظري اختبار الوصول لكاس العالم بعد النظام الجديد. النظام الجديد ده يعني انا بقول قد يكون ده كابتن ايه حاجه كويسه. صحيح. يعني ممكن تسهل، لكن برضو لازم يبقى في استعداد قوي جدا، لان جاء هو مرزق فيتوريا بصراحه. لانه لكن لا بس خلي بالك شغال كويس، يعني انا شايف ان انا بتكلم يعني عليه كمدرب شغال كويس، وبقول ان هو ايه يعني عنده فكره في دماغه، رغم ان هو اول مره يمكن يدرب منتخبات بس بيحاول يطبق، انما بيحاول يعمل استاذ محمود. لا طبعا هو فيتوريا طبعا هو لعب المباراه السابعه بالنسبه له النتائج كويسه. الناس برضه بصه بتقول لك ايه احنا عاوزين نلعب مع البرازيل، هو بلجيكا تقريبا مثلا انا لعبت ماتش كويس قدام بلجيكا. لعبت ماتش كويس طبعا، انا قصدي الناس بتتكلم ان ده ماتش. بس انت هو النهارده تجد انه الحفاظ مثلا على تحسين التصنيف بتاع الفيفا. انت عندك صراع مع منتخب الجزائر على فكره على الدخول من ضمن الخمسه او السته الكبار. انت متفوق بعد ايه نتائجك مع غينيا وفوزك النهارده على جنوب السودان. منتخب الجزائر ربما كان عنده مش عارف اخفاق في التصفيات، عنده مباراه كمان في ما هيلعبها باين مع الكونغو، وهيلعب مباراه مع تونس وديه ورا بعض. فعاوز اقول لك ترتيب برضو التصنيف للحفاظ عليه. اعتقد انه الفتره اللي جايه بعد اجراء قرعه كاس العالم اكيد لابد يكون في جدول من المباريات اللي يعني تصل بيك للمستوى المطلوب. يعني النهارده لعبت مع منتخب جنوب السودان، وعاوز اقول للناس يا جماعه جنوب السودان كانت بتلعب في كاس العالم للشباب، اتاهلت من هنا من القاهره. وبصوا على عناصر منتخب جنوب السودان بامانه شديده، انتظروا جنوب السودان كرويا مستقبلا هتشوفوا فرقه من النوع وبرضه اقول لك ايه ممكن نجد لاعبين محترفين يلعبوا عندنا هنا، يعني هتلاقي منهم عناصر مبشره ومنتخب يستحق الاحترام، رغم انه ايه يعني الكره ناشئه والدوله ناشئه. لكن طبعا عاوز اقول انه ايه الناس يا جماعه ما تقش كده، خلاص الكره ما عادش فيها صغير وما عادش فيها كبير. صحيح. بس انت بتبقى عندك هدف انه الراجل ليه اهداف ودير فني نحترم. انت عاوز تلعب بقى المنتخبات الواو الفيدي عشان تلعب مع البرازيل محتاج تدفع بالدولار عشان تجيب تلعب مع عشان تلعب مع مش عارف. اول حتى نلعب مع المنتخبات الافريقيه اللي هي ايه مثلا بتنافسنا والافضل مننا نعمل معاهم مباريات ودي بعدين افكر ايه في اوروبا لما انا عندي شركه تسويق تيجي تعرض عليا تعالى نلعب يبقى نشوف. هنشوف. لكن عاجبك الشكل العام، لكن اللي بامانه الشكل العام عاوز اقول لك على حاجه، انت النهارده اديت برضو ايه عناصر جديده، ده كويس جدا. صحيح. انك انت بتجهز وبتقلل السن برضه، فكره برضه ماشيه يعني بصوره كويسه. فانا عاوز اقول لك ايه ده شيء كويس جدا، ويعني عاوز اقول لك خطوه مهمه جدا انك انت تتاهل للامم افريقيا. امم افريقيا اللي جايه صعبه جدا، كوت ديفوار. كوت ديفوار هتشاهد بطوله في منتهى الشراسه، مش هتقل عن اللي حصل في الكاميرون. محتاجه استعداد. انت ليس هدفك التاهل، انت هدفك ان تعود مره اخرى لقمه التتويج. الكلام ده مش هيجي في يوم وليله، لابد من التجهيز والاعداد ومسابقه منتظمه وجهد في ظل الضغط المتواصل لصالح ان المنتخب يرجع لمكانته المعهوده في التصنيف العالمي والتصنيف الافريقي. اتمنى ان شاء الله في يعني لفيتوريا وللجهاز الفني ونحن نتخلص من بعض العيوب اللي فينا، نحن نركز في المنتخب بس، يعني خلي هدفنا المنتخب، نبعد عن الحاجات اللي هي مالهاش لازمه، اعمل تصريح عشان ادور على حاجه تحقق لي مصلحتي. الكلام ده انا ما بشوفوش غير مع ناس بعينها وغريبه جدا برضو بيغلب عليها الطابع الانتماء لفريق على عينه. انا بقول لفيتوريا احمي نفسك واحمي منتخبك من مثل هذه الامور بامانه شديده، ولازم تكون الصوره واضحه يعني. طيب منتخب الاولمبي وهو دلوقتي في المغرب لاستعداد استعدادا بالظبط كده. طبعا المنتخب الاولمبي انا دايما بشوفه هو مستقبل الكره المصريه. نعم. في اي عصر، لانه هو زي ما بيقولوا القوه الاحتياطيه القويه جدا اللي هتشكل المنتخب الاول. وبالتالي عاجبني برضو حالة التفاهم بين فيتوريا وبين ميكالي، ان هو قايل له انت ليك الاولوية دلوقتي على اساس ان انت داخل بطولة رسمية وبطولة مهمة. طبعا بنتمنى من خلالها هتكون بطولة قوية جدا. طبعا بنتمنى من خلالها نوصل الى الاولمبياد باذن الله، وان امكن وان كان هذا هو الهدف الاصعب الفوز ببطولة الأمم الأفريقية. أستاذ محمود، منتخب الأولمبي وميكالي احنا أبطال أفريقيا في تحت 23، عملنا بطولة تاريخية بصراحة بأمانة هنا في القاهرة، من البطولات اللي بصراحة كانت فيها إثارة ومتعة وتعامل وتأهل منتخب الأولمبياد طوكيو. طبعًا.
بتاع المنتخب الاولمبي، وده كان تعويض عن الاخفاق بتاع المنتخب الاول في نفس في السنه على طول بعدها. منتخب الاولمبي يعني طوكيو عمل نتائج في حدود، الناس برضو عندنا طموح في ان احنا نروح للافضل من كده بامانه شديده. عشان كده انت جبت مدرب عمل الميداليه في 2016 مع ريو دي جانيرو مع المنتخب البرازيل، منتخب عنده عناصر مميزه. اتمنى ضربه البدايه هتبقى مهمه جدا في البطوله، هيلعب مباراه وديه مع الكونغو، اعتقد اول مباراه تكون مع منتخب جامبيا، اعتقد هتبقى مباراه مهمه جدا. الفوز فيها هيدفعك للامام ويديك الثقه، يخليك تحتاج الى فوز اخر تتاهل الى الى الى, إلى الايه في تدخل السيمي فاينل على طول. فاعتقد انه الفوز يعني التاهل مش الهدف بقدر انك انت تصل للمباراه النهائيه وتلعب على المباراه النهائيه. الكلام ده ما يقلش انك انت تفوز بيها. اعتقد عندنا عناصر مميزه، عندنا يعني كل الامكانيات متوفره، دعم كبير من الدوله بامانه شديده، المنتخب سافر بدري، معسكر مبكر، اتعمل مباراه وديه، تعادل مع غانا هنا 1-1، رايح لك تلعب مباراه وديه قبل انطلاق البطوله. اتمنى التوفيق للمنتخب، ان شاء الله يكون حاضر في اولمبياد باريس يا رب ان شاء الله. ولازم يا كابتن نقول برضو حاجه اخيرا، انه بتاع ميكالي عنده مهمه صعبه جدا، ان المدرب السابق له كابتن شوقي غريب حقق اشياء مهمه جدا مع هذا مع هذه المرحله السنيه، وبالتالي بيلقي عليه بمسؤوليه اكبر. يعني انت مشيت شوقي، انت مشيت شوقي غريب لانه ما وصلكش، ما وصلش بيك لمرحله اعلى في الاولمبياد، فانت محتاج نقله. يعني يجب على هذا المدرب ان يضع هذا في اعتباره ويحدث نقله في معاه مدرب، ما معاه مدرب من الجهاز، معاه كابتن شيتوس، يعني طبعاً، طبعا من العناصر هو المهم جدا بامانه شديده، وبصراحه اضافه يعني طبعاً. وان شاء الله برضه وائل يكون ليه دور برضه في توضيح الصوره لمكان وتوصيل معلومه طبعاً ان شاء الله. يا رب نتمنى لمنتخبات مصر سواء الاول او الاولمبي كل التوفيق، وطبعا نتمنى للنادي الاهلي كل التوفيق خلال الفتره القادمه، وان شاء الله من بكره هيكون التركيز على ايه؟ ايوه، على الدوري العام المصري. من بكره كل حاجه انتهت، كل الامور رايحه في اتجاه ان شاء الله الدوري التركيز التام على الدوري العام المصري. بشكرك شكرا جزيلا يا استاذ جمال، بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمود، انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وغدا حلقه جديده من البيت الكبير.